بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبشر في هذه الحلقة بالحديث عن أنواع الأفعال حسب نوع الحروف. يذكرنا هذا العنوان بما رأيناه سابقا في الجذور في المحاضرة الأولى التي تتعلق بالجذور والتي صنفنا فيها الجذور وفق نوع الحروف. هنا سنعود إلى الحروف، أنواع هذه الحروف، لنجد حروفا صحيحة سالمة وحروفا صحيحة لكنها غير سالمة، فإما أن تكون مضاعفة أو أي التضعيف أو الهمزة، وحروفا أخرى غير صحيحة وغير سالمة وتسمى بالحروف المعتلة، وفيها طبعا الأجوف والمثال والناقص واللفيف وغيرها. لنتذكر هذه القاعدة سوف ندرس هذه الأفعال لنرى أنواع حروفها، ثم نوجد تصنيفا لهذه الأفعال بناء على أنواع الحروف. الفعل الأول هو سالة. سالة، السين هو حرف صحيح سالم. الألف، قلنا أن الألف إما أن تكون ياء أو واو. سالة نعيدها إلى المضارع فنقول سالة يسيل، فأصبحت الألف ياء بذلك سالة يسيل. سالية لا. إذن لدينا حرف أول صحيح سالم، حرف ثاني فيه حرف علة، إذن حرف علة. فيسمى فعل غير صحيح غير سالم، وكما أخبرناكم إذن في المرة الماضية أنه يسمى معتلا، فعل معتل. أين وقع حرف العلة؟ في وسطه، فيسمى معتل أجوف يائي. الفعل الثاني هو قفلة. الحرف الأول صحيح سالم، الحرف الثاني صحيح سالم، والحرف الثالث صحيح سالم، وبذلك نحن إزاء فعل ما به صحيح سالم، فعل صحيح سالم. الفعل الموالي شد. نذكر بالقاعدة أننا إذا وجدنا تضعيفا نفكها الإدغام لتصبح شداد. هناك حرفين متكررين بذلك نصبح إزاء فعل صحيح غير سالم. ما نوعه؟ هو فعل مضاعف أي فيه تضعيف. الفعل الموالي أسر. الحرف الأول همزة، الثاني صحيح، الثالث صحيح، فنحن إزاء فعل صحيح غير سالم ما به مهموز. الفعل الموالي بلبلة، وهو فعل يتكون من حرف 2 3 4، إذا فعل رباعي على عكس بقية الأفعال هي ثلاثية. إذا فعل رباعي. أنواع حروفه: الباء حرف صحيح سالم، اللام حرف صحيح سالم، الباء حرف صحيح سالم، واللام الأخرى حرف صحيح سالم. إذا فعل رباعي ما به صحيح سالم. ولي. الحرف الأول حرف علة، والحرف الأخير حرف علة، وفي الوسط حرف يفصل بين الحرف العلة الأول وحرف العلة الثاني، فنحن إزاء فعل غير صحيح غير سالم، وهو فعل معتل ويسمى لفيف مفروق، لأننا فرقنا بين حرف العلة الأول وحرف العلة الأخير. الفعل الأخير هو لوي. الحرف الأول صحيح سالم، الحرف الثاني
غير صحيحة غير سالمة وحرف علة الواو، والحرف الذي يليه هو الياء وكذلك هو حرف علة، حرف غير صحيح غير سالم. إذن نحن إذا فعل غير صحيح غير سالم تضمن حرفي علة ملتصقين مقترنين، لذلك نحن إذا فعل غير صحيح غير سالم معتل نبه لفيف، عكس المفروق هو المقرون. رأينا إذن أننا إزاء أفعال إما أن تكون صحيحة غير سالمة غير صحيحة غير سالمة معتلة، سواء المعتلة الأول أو الثاني أو الثالث، أي أفعال تسمى إذن مثال أو أجوف أو ناقص، أو أن يكون الفعل صحيحا سالما، أو أن يكون الفعل صحيحا لكنه غير سالم، بذلك يكون مضاعف متى وجدنا فيه تضعيفا ومهموسا متى كانت فيه همزة، أو فعلا رباعيا صحيح سالم أو صحيح غير سالم أيضا، أو فعل غير صحيح غير سالم لفيف، إما لفيف مقرون أو لفيف مفروق. ولنوضح هذه الفكرة أكثر سنعمد إلى رسم هذا الرسم لتكون الفكرة أوضح في الذهن، تكون الفكرة طبعا أوضح في الذهن. نحاول أن نعمل على الرسم، نقل الفكرة من الكتابة إلى الرسم لتبقى راسخة في الأذهان. إذن الأفعال حسب نوع الحروف تنقسم إلى أفعال صحيحة سالمة، وهي ما سلمت حروفها من علة أو تضعيف أو همزة. هناك أفعال صحيحة غير سالمة، وهي الأفعال التي تضمنت تضعيفا أو همزة، فيسمى الفعل متى تضمن تضعيفا فعلا مضاعفا، ومتى تضمن همزة فعلا مهموزا. والصنف الأخير هي الأفعال غير الصحيحة غير السالمة، الأفعال المعتلة، وفيها المثال أي الذي جاء حرف العلة في أوله، الأجوف ما جاء حرف العلة في وسطه، والناقص ما جاء حرف العلة في آخره سواء حرف العلة واو أو ياء، واللفيف والذي يكون لفيفا مقرونا إذا لم يفصل بين حرفي العلة، أو لفيفا مفروقا إذا فصل بين حرفي العلة. كما صنفنا أنواع الأفعال حسب نوع الحروف، سنقسمها أو نصنفها في الحصة المقبلة وهي خاتمة المحاضرة الثانية حسب عدد الحروف. الأفعال هي شبيهة أيضا بالجذور في مسألة التقسيم، فتقسم حسب نوع الأحرف وحسب عددها. في انتظار الحلقة المقبلة أستودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.